يا أيها السلفي خذ بنصيحتي. السؤال الثامن، بعض الناس يقولون أعتقد أن السلفية هي الحق، ولكن أخلاق السلفيين ينفرني من هذا المنهج. طيب، الجواب عن هذا بعدة يعني وقفات. الوقفة الأولى، هل أنت أسلمت واتبعت المنهج السلفي لأجل الناس أم لأجل الله؟ لأجل الله عز وجل، اتباع لدينه وطلب الأجر منه سبحانه وتعالى. أنت لا تطلب الأجر من الناس. إن أخطأ الناس فتجنب خطأهم. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. هذا أولا. ثانيا، إن وجدت من إخوانك أخطاء ومخالفات وسوء خلق وهم سلفيون، فأنت انصحهم وبين لهم واحرص على هدايتهم. ثالثا، والله إخوانك السلفيون بأخلاقهم السيئة التي تشتكي منها هم والله خير من الحزبيين أصحاب الأخلاق الحميدة عندك. رابعا، السلفي بأخلاقه أعلى من الحزبي صاحب الأخلاق، لأن الحزبي وضيع وصغير بحزبيته وبمخالفته للحق. خامسا، نقول لك يا أخي، الشيطان من هؤلاء السلفيين حريص على الشوشرة وعلى التحريش بينهم وعلى إفساد أخلاقهم، فأنت لا تكن يعني فريسة للشيطان فيبعدك عن إخوانك السلفيين. وأيضا الشيطان بعيد عن هؤلاء الحزبيين، لأن الشيطان لا يأتي إلى البيت الخرب. هم كما قال بعض السلف وأظنه الأوزاعي أو غيره، قال يعني أهل السنة فيهم وحشة أو فيهم نفرة. لماذا؟ قال لأن الشيطان يأتيهم فيعني يحاول أن يغويهم ويحاول أن ينفر الناس عنهم. أما أهل البدعة ففيهم هدوء وفيهم اطمئنان حتى يتصيد بهم الشيطان الناس. فإياك إياك أن تغتر بهدوء هؤلاء وحسن أخلاقهم فتقع في شباكهم، فإنه السم وإنه الهلاك. وإياك وإياك أن تنفر من الحق لبعض الوحشة أو بعض سوء المعاملة التي تجدها من إخوانك. ثم لا قدر الله إن وجدت مثل هذا الأمر، فأنت إذا صبرت واحتسبت فلك الأجر عند الله عز وجل، فانتبه لمثل هذا الأمر، بارك الله فيك. نعم.